انتقل من إسبانيا إلى فرنسا، حيث يتوجه رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب اليوم بخطاب للكشف عن خطة إنهاء الحجر الصحي في فرنسا بطريقة تدريجية ابتداء من 11 مايو المقبل. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد نوه في خطابه الاثنين الماضي عن بعض بنود خطة لإنهاء الحجر، منها استئناف الدراسة في المدارس بشكل مبدئي وتوفير فحص فيروس كورونا في حال ظهور أعراض المرض، بالإضافة إلى توفير الكمامات الطبية اللازمة للحماية من هذا الوباء. وعلى الرغم من انخفاض أعداد مرضى العناية المركزة في فرنسا، إلا أن الحصيلة الإجمالية للوفيات لا تزال ثقيلة، حيث تجاوزت أعداد الوفيات 19,000 حالة. على أي حال، المزيد من التفاصيل من مارسيليا مراسل اكسترا نيوز خالد الشقير ينضم الينا. خالد، اهلا بك معنا في هذه الجوله. طبعا وهناك تصريحات يبدو انها تدعو للتفاؤل، هل هي بالفعل تدعو للتفاؤل والنظر بايجابيه في الايام والشهور المقبله في فرنسا بالفعل، ام انها مبالغه من السلطه في فرنسا؟ مساء الخير زميلتي العزيزه ايمان، تحياتي ولكل المشاهدين. يعني دقائق معدوده ويرد رئيس الوزراء ادوار فيليب ومعه اوليفييه فيران وزير الصحه الفرنسي على بعض من التساؤلات والتخوفات. اعتقد انها ايجابيه او تفاؤل حذر يصفه البعض. الاسئله الكره بعد ان رمى بها رئيس الجمهوريه ماكرون الى في ملعب حكومته وملعب الشعب الفرنسي، حتى هذه اللحظه الشعب الفرنسي ايمان نجح في الاختبار، لابد ان يستكمل خطواته حتى 11 مايو كما ربط هذا الرئيس ماكرون، والكره في ملعب الحكومه الفرنسيه لتحقيق الهدف الاسمى وهو عمليه التوازن ما بين الحفاظ على الصحه العامه للفرنسيين والحفاظ ايضا على الاقتصاد الفرنسي من الانهيار. 110 مليار ايمان 110 مليار يورو تم صرفهم على قطاع الاقتصادي في فرنسا لحماية الشركات من الانهيار، الشركات الصغيرة، ومساعدة الأسر الأكثر فقرا والطلبة وكثير من الذين يعملون أيضا في قطاع الصحة بتقديم الكثير من الامتيازات والكثير من الحقوق لهم في ظل ظروف صعبة جدا لم تكن فرنسا مستعدة، ولكن هي تلعب الآن على الوقت إيمان، وهذا ما سوف يعلن عنه في المؤتمر الصحفي إدوار فيليب في تمام 5:30 بتوقيت كل من القاهرة وباريس. لكن كيف استقبل الفرنسيون هذه الأخبار والخطة التدريجية اللي بيتم التحدث يعني عنها في من قبل رئيس الوزراء اللي هتبدأ من 11 مايو واللي ربما تبدأ بعودة الطلبة للمدارس تدريجيا؟ كيف هل هناك استقبال حذر، استقبال قلق من رئيس الوزراء او من المواطنين لتصريحات رئيس الوزراء، ام ان هناك تفاؤل وحاله ايجابيه بالفعل؟ يعني هو هناك نوع من انواع الحذر، هم يعني يريدون، الفرنسيين يريدون العوده الحقيقه ايمان الى الحياه الطبيعيه، الكثير من الفرنسيين يعملون في قطاعات كثيره، اعمالهم مقفله، الحاله النفسيه حتى للشعب الفرنسي الذي هو متعود للخروج الى الشارع هو يعني بين جدار منازله، فهو يريد بالفعل الخروج. الاشاره كانت ايجابيه باستطلاعات الراي عندما وافق اكثر من 55% من الفرنسيين بهذا المد الحظري، واعتبروا ان الرئيس الفرنسي محق في مطالبه بالعوده الى المدارس في 11 مايو. العوده في المدارس يعني العوده الى العمل ايمان، وهنا مربط الفرس، ولكن اي ثمن؟ هناك كثير من العاملين في مجال التعليم في فرنسا يرفضون العوده الى المدارس او العمل في المدارس نظرا لعدم توافر الصحه يعني او الظروف المماثله خوفا على صحتهم وعلى التلاميذ، وايضا يشارطهم الراي بعض من اهالي الاطفال او التلاميذ او الطلبه الذين يعودون الى المدارس في 11 مايو. على فكره ليس كل المناطق وليس كل الطلبه، وهذا ما سيعلنه الرئيس ورئيس الوزراء إدوار فيليب بعد دقائق ايمان، يعني هناك خطوات، اهم هذه الخطوات ايمان وتطهير الكمامات واجراء الاختبارات وغيرها من بعض الامور اللي بنقول عليها اللوجستيه، بمعنى التنسيق مع وزاره النقل مثلا، عوده المواصلات
لجعل المسافة القانونية التي من خلالها لا يمكن أن يصيب الذين هم في طريقهم إلى العمل كل منهم الآخر. طيب فيما يخص الاقتصاد، انت ذكرت منذ قليل انه كان هناك مبلغ كبير تم صرفه وتوجيهه ناحيه الاقتصاد نتيجه التداعيات الاقتصاديه. يعني من خلال معرفتك ودراستك بالوضع في فرنسا، اصلا فرنسا كان لديها مشكله اقتصاديه قبل ازمه كورونا، وكان هناك اضراب وصف بالاهم في تاريخ فرنسا في السنوات الاخيره الماضيه بسبب قانون التقاعد طبعا كما تعلم، وكان هناك ايضا احتجاجات من السترات الصفراء، يعني الكثير من المشكلات الاقتصادية المتعلقة بفرنسا. هل هذا هو الدافع الآن للتعجل في عودة الحياة لطبيعتها تدريجيا، أم أن هناك سيطرة بالفعل من قبل السلطات الصحية في فرنسا؟ إيمان، الوضع في فرنسا مثله زي الوضع في كل الدول الغربية، يعني لما نيجي نتكلم على الاتحاد الأوروبي بنتكلم على أقوى اقتصادين، الاقتصاد الألماني والاقتصاد الفرنسي. ألمانيا كانت مستعده لوجود يعني ميزانيه قويه في القطاع الصحه. فرنسا للاسف الشديد، ومنذ ان بدا الرئيس ماكرون في حكم فرنسا استخدم سياسه، هذه السياسه هي سياسه يعني تتمشى مع موضوع تقليل النفقات وتقليل الخسائر، مما دفع الى خروج حركه السلطات الصفراء كما اشرتي، وخروج المظاهرات فيما يخص قانون العمل او تخصيص او قانون المعاشات او يعني كثير من المظاهرات. الان الوضع مختلف تماما. هذه الضربه هي ضربه هزت اركان الدوله الفرنسيه. الشركات الفرنسيه الكبرى ايمان، منها شركات السيارات، منها اير فرانس، منها العاملين في قطاع السياحه، هم في حاله انهيار تام. هذا المبلغ التي قامت يعني في صندوق كده ايمان اسمه صندوق الكوارث الطبيعيه، هذا الصندوق بيتم فتحه الان لدعم الاقتصاد الفرنسي. نعم، أنا بشكرك خالد جزيل الشكر على كل هذه المعلومات من فرنسا، مراسل اكسترا نيوز خالد شقير وتحديدا من مارسيليا، شكرا جزيلا لك.